الامتحانات. الجنرال ابيديميولوجي ده ما كانش بيتشرح اول مره يتشرح السنه اللي فاتت، بس السنه دي ممكن يجيب لك يقول لك ايه في من ضمن الاسئله، يقول لك سب كلينيكال كيس اند اتيبيكال كيس كل واحده بدرجه مثلا، يقول لك ديفينيشن احتمال كبير. الناس اللي كانت بتسال ايه الفرق بين الكارير والسب كلينيكال كيس اتقال في المحاضره باللفظ كده ان الكارير ده، الكارير ده يعني بص ممكن الدكتور عمرو يبقى عنده انفكشن بس عشان مناعته حلوه يبقى سب كلينيكال، فلما انا اتعديت منه هو عنده سب كلينيكال فبقيت كارير. يعني انا خدت منه الانفكشن فبقيت ايه كارير. اشمعنى بقيت كارير؟ لان عندي المناعه احسن من عنده شويه، هو عنده مناعه فبقى سب كلينيكال، عندي مناعه احسن بقيت ايه كارير. فالكارير بيبقى سب كلينيكال الاول، بعد كده ايه لو الفيكسد، لو تتروف نقول فيكسد بيبقى ايه كارير. باختصار الكلام الحلو اللي اتكتب، الفرق بين السب كلينيكال والكارير، الكارير في فيكس التيتر اوف اميونيتي، عنده فيكس التيتر اوف اميونيتي. فالكلام ده مش من تاليفي، الكلام ده اللي احنا عايزين نسمعه من حضرتك. تاني كارير يعني ايه كارير؟ يعني عنده فيكس التيتر اوف اميونيتي يعني لا يتغير، انسان ثابت على موقفه. لكن سب كلينيكال كيس يعني ايه؟ يعني التيتر اوف اميونيتي بيلعب حبه يزيد وحبه يقل، فما اعرفش بقى هيقلب بكلينيكال ولا مش هيقلب بكلينيكال ولا ايه بالظبط. وصلت؟ تاني الكارير ثابت على موقفه، عنده فيكسد تيتر اوف اميونيتي، هو هي كده مكتوبه كده في التكست، قال كده كارير فيكسد تيتر اوف اميونيتي موقفه ثابت. لكن السب كلينيكال كيس لا، بيقول لك ده ايه فارينج، مكتوبه كده في بعض الكتب فارينج تيتر اوف اميونيتي او ديكلايننج تيتر اوف اميونيتي. طيب الكارير بقى انتوا المفروض تشرحوه لي بقى، مش انا، انا لازم اشرح، اصل المذكره دي تجمعات مش تجمعات كلام قديم، هي لازم تتقال، هي لازم تتقال، وانا منقلها وقت يعني وقت بين الامتحانات يعني وقت ايه مش مهم، فهي لازم تتقال عشان الترم الثاني بعد الاجازه مش هنبقى فاضيين للكلام الفاضي ده. فكارير انتوا عارفينه احسن مني، كارير يعني ايه؟ يعني واحد مع مش ظاهر عليه الاعراض، عشان ما ناخدش وقت بتضايق قوي لما الكلام ده بياخد وقت. يبقى واحد ما عندوش اعراض، ما فيش مانيفستيشن، ما فيش سيمتومز ولا ساينز، متشكرين. ممكن كل ده بقى يجي في الشفت اسي، ما انا خايف من الحاجات دي بقى اللي بتتساب. تاني حاجه عنده الانفكشن، يعني الاورجانيزم موجود جوه جسمه، يعني هو انفكتد وانفكتد، انفكتد يعني الجسم عايش جوه جسمه ومعجب. مشكله الكارير ان هو بيكسكريت الاورجانيزم في الديستشارج بتاعه، سواء فيسز يورين ريسبيراتوري ديستشارج جينيتال ديستشارج. مشكله الكارير ان هو مش معروف، فبقعد وسطنا معجب ديسيمينيت، يعني ينشر العدوى وزن ذا كوميونتي. واحد فود هاندلر شغال في مطعم وانا ما اعرفش ان هو عنده تايفويد، فاهمين الكلام ده؟ ايه الامراض اللي ما فيش فيها الكارير؟ ايه الامراض اللي ما فيش فيها الكارير؟ ومكتوب في الكتاب كده حاجه بين قوسين دي غلط اشطبوها اللي بيذاكر من الكتاب دلوقتي معايا. ايه الامراض اللي ما فيش فيها الكارير؟ خدنا ايه في المنهج مجمعهم اهم، خدنا الانفلونزا، خدنا الميسلز، زودوا بس عليهم التشيكن بوكس، معلش زودوا مع الهربس زوستر التشيكن بوكس، وخدنا بتاع ده اقوله معايا المننجايتس بتاع الاوبن كاف يا ربي والتي بي. دول الامراض اللي ايه اللي مهمه بالنسبه لي تعرفوا اللي مفيش فيها الكارير. طيب ليه الكارير امبورتنت او دينجرس؟ ها يعني ده سؤال متوقع بس ممكن ده يجي لكم في الفيري شورت اس، سؤال بدرجه ونص كل حته بنص. اسمع بقى مين، ليه الكارير دينجرس يا دكتوره شروق؟ ليه واحد اي مش انتوا خدتوا حافظين الكلام ده من السنه اللي فاتت؟ النمبر ان دايما عدد الكاريرز، ربنا يخليكم لان الكلام سهل، رقم واحد النمبر، عدد الكارير دايما اكتر من الكيس اللي بعده، بس انا بقول اهو. رقم اثنين الكارير مش سيمتوماتايز، مش مانيفستد، مش دايجنوز، وبالتالي هو بيموف بيتحرك وسطنا ويعدي. رقم ثلاثة مصيبه الكارير لو هو بيشتغل مدرس سكول بيرسونيل او بيشتغل في مطعم، بيسموا الكارير يا دكتوره هايدي اللي بيشتغل في مطعم او في مدرسه بيسموه دينجرس كارير. ليه؟ لانه بيتعامل مع قطاع كبير جدا من الناس. اهميه الكارير برضو لو هو انفكتيف فور لونج بيريود، نعم هو في كارير ممكن يبقى انفكتيف فور لونج بيريود، استنى استنى ده في كارير ممكن يبقى انفكتيف فور لايف العمر كله. في بعض الفيميل اللي عندهم كوليسيستايتس، يبقى اشهر حاجه التايفويد والهيباتايتس بي والاتش اي في. فاكرين لما قلنا الاتش اي في لما قعدنا نتكلم وقلنا الانكيبيشن بيريود ممكن الهانيمون بيريود اللي هي عامله زي الكارديون دي تبقى من 12 ل 20 سنه، فاكرين؟ فممكن الكارير يفضل لحد يعني يفضل العمر، يعني جاله اتش اي في عنده 50 بعد كده دخل في ايدز عنده 60 70 سنه. فمش دي ايه اهميه الكارير. وبعد كده ريحتكم بقى اهو، دي الكلاسيفيكيشنز بتاعت الكاريرز اللي طول السنه قاعدين تسالوني فيها، مكتوب عندكم جداول اهي مش هوضحها لكم، بس اول تقسيمه according to relation to the case.
اللي هو ايه؟ فاكرين لما قلت لكم في حاجه اسمها انكيباتوري كارير؟ يعني بتوع بالعربي شخص معدي اثناء فتره الايه؟ الحضانه، الانكيبيشن بيريد. وعشان برضه اوضح لكم الكلام، لان عايزكم تبقوا فاهمين قوي، انا عايز تبقوا فاهمين قوي كل حاجه. الشخص هنا مش معدي اثناء فتره الانكيبيشن بيريد كلها، يعني مرض الانكيبيشن بيريد 3 اسابيع. هل يعني النهارده الاورجانيزم دخل اهو الشخص اللي معدي من النهارده؟ لا طبعا، لازم ياخد وقت عمال الاورجانيزم يزيد. فدايما الانكيباتوري كارير معدي امتى؟ في اخر ايام في الانكيبيشن بيريد، عما يكون الاورجانيزم زاد. فوانت بتقرا الكلام خد بالك من الكلام، ولو في حاجه مش فاهمها قول لي عليها، وهيجي وقت بعد كده هتبقى فاضي وخلصت وهتراجع وهنتكلم بقى في الحاجات اللي انت مش فاهمها او اللي انت مش مقتنع بيها. امال يعني ايه كلمه كونفاليسنت كارير؟ يعني كان عيان وخف. هو اللي احنا عاملين التقسيمه انيليشن تو ذا كيس ليه؟ عشان الانكيباتوري كارير هيبقى كيس. كونفاليسنت كارير كان عيان ودخل في الريكفري، دخل في فتره النقاهه، فهو معدي اثناء فتره النقاهه. وفي بعد كده فاكرين لما قلت لكم في حاجه اسمها كونتاكت وهيلثي كارير؟ وقلت لكم ان الكونتاكت والهيلثي كارير دول نوت ريليتد تو ذا كيس. يعني انتوا لو شاطرين كده، انتوا طبعا نسيتوا الكلام لان كنت بقوله كده بقي. اول نوعين دول ريليتد تو ذا كيس. يعني ايه ريليتد؟ يعني لا اما هيبقى عيان لا اما كان عيان. هو لازم يا جماعه الكارير، سؤال يعني انتوا عمركم ما شفتوا كارير بس كده؟ في كارير ممكن يبقى كارير بس كده؟ هو لازم هيبقى كيس او كان عيان؟ في كارير كده خلاص. ايه مش انا ما اتعادلت من الدكتور عمرو؟ الدكتور عمرو ايه؟ بني ادم صح؟ يعني كيس اهو. فانا بقيت حاجه اسمها كونتاكت كارير. انا هنا ظهرت عليه الاعراض ما ظهرتش عليه الاعراض، هبقى كيس مش هبقى كيس. فالنوعين التانيين نوت ريليتد. نوت ريليتد يعني ايه؟ يعني ما لهمش علاقه بالكيس، لا اما كونتاكت لا اما هيلث. كونتاكت يعني ايه؟ يعني في عيان، اخويا عيان او اي حد في البيت او في الشغل وانا اتعادلت منه. بس هو ايه بقى؟ الحمد لله هو ايه؟ ممكن يكون مثلا سب كلينيكال كيس، فانا ما اتعادلت منه بقيت ايه؟ كارير. من الاخر يعني بصوا، النوعين التانيين دول بقسمهم يا دكتور محمد على حسب مصدر العدوى. لو انا اتعادلت من بني ادم يبقى اسمها ايه؟ كونتاكت كارير. لو اتعادلت من شربه ميه ولا معلقه اكل بقسمي هيلثي كارير. يعني السورس اوف انفكشن في الهيلثي كارير بيكون البلوتد ايه؟ انفايرمنت. هما اللي سموه هيلثي. ما كده كده يا دكتور، ما الكارير بيبقى هيلثي صح؟ مش الكارير عموما في اي نوع هيلثي؟ ما لقوش اسم مناسب، دوروا على الاسماء لقوا الاسماء كلها خلصت، فقال لك سميه هيلثي كارير. ده مكتوب والله في الكتب كده. ده اول تقسيم. التقسيمه الثانيه قال لك على حسب البيريد اوف انفكتيفيتي. يعني ايه على حسب البيريد اوف انفكتيفيتي يا دكتور امام؟ مش احنا قلنا ان في حاجه اسمها كونفاليسنت كارير؟ مش احنا قلنا كده؟ كونفاليسنت كارير صح؟ يعني شخص خف اهو، طب هيبقى معدي بعد ما خف لمده قد ايه؟ قال لك في كاريرز معدي لمده ايام بيسموه ترانزنت كارير. يعني انا لو مكانكم حط خط احتياز في الترانزنت. لو معدي لمده اسابيع او شهور يبقى تمبوراري كارير. لو معدي لمده سنين يبقى اسمه بيرمننت كارير او كرونيك كارير. تقسيمات مختلفه. التقسيمه الثالثه على حسب الاورجانيزم بيعيش فين وبيخرج ازاي. على حسب طبعا كان زمان اسئله بقى طويله تجيب لك كل جدول لوحده او يجيب لك الكارير كله، لكن السنه دي ممكن يقول لك انكيباتوري اند كونفاليسنت كارير ديفينيشن اند جيف وان اكزامبل بس، ويخش في حاجه ثانيه ويشوف اللي بعدين. فعشان يعرف انت مذاكر المنهج كله ولا لا. التقسيمه الثالثه كلام سهل جدا، بصوا كده بيقول لي التقسيمه للكارير على حسب الاورجانيزم بيعيش فين وبيخرج ازاي. هو احنا خدنا ايه في المنهج؟ تعال كده نراجع مع بعض يا دكتور محمود. اول حاجه خدناها الاورجانيزم ممكن يعيش في الريسبيراتوري تراكت. طب لو هو بيعيش في الريسبيراتوري تراكت هيخرج فين؟ في الريسبيراتوري ديسشارج. ممكن يكون هو عايش في السروت. اشهر حاجه بيعيش في السروت بتيجي في علم المدارس الستريبت، مش لازم اقول امثله. او عايش في النوس، فاكرين الستاف الاستافيلو كوكا فود بايزن او الدفتريا اي حاجه. او ممكن يكون عايش في النيزوفارينكس زي المينينجايتس. فهمتوا الجدول ماشي ازاي؟ معلش اذا كنا يعني هي تقسيمه. يعني ناخد مثال تاني، مثلا ناخد مثال تاني بالصوره هنا، ما تبصوش في حته تانية. رقم اثنين في حاجه اسمها جاسترو انتستاينال تراكت. لو عايش في الجاسترو انتستاينال تراكت يبقى هيخرج في الفيسز. هو يعني فين في الجاسترو انتستاينال تراكت؟ دايما في الكور بلادر، صوب في الكيونيوم، او في السمول انتستين، او في اللارج زي الاميبيز. حد فوق وصلت الفكره؟ يعني تاني جول برادر زي السلمونه تايف ممكن تعيش في جول برادر. سمول انتستين برضو زي السلمونه تايف ممكن تعيش في سمول انتستين. لارج انتستين لا حاجه تانية بقى زي الاميبا.
طب الحاجة التالتة، في مكان تالت ممكن يعيش فيه الأورجانيزم؟ يا دكتور أنا بضيع وقت عشان أشجعك إن أنت تقرأ الأمثلة دي. في مكان تالت ممكن يعيش فيه الجينيتو يورينري تراكت. طب هيخرج إزاي لو هو عايش في الجينيتو يورينري تراكت؟ يا إما يورين، حتى وأنا بشرح قلت لكم الأورجانيزم الوحيد في المنهج يا دكتور بلال اللي هو اللي بيسموه طيف والبارا طيف، أو يخرج عن طريق الجينيتال ستشارج السيمين وفاجينال ستشارج. في كمان حاجة رابعة ممكن الأورجانيزم يعيش فيها، السكن والميوكس ممبرين، صح؟ والاكزيت هيبقى الاستشارج بتاع اللي هيبقى الاكزيوديت. مش احنا خدنا التشيكن بوكس ممكن يحصل عن طريق البيزيكال ايربشن، وخدنا الاستافيلوكوكا الفود بايزنج، وكل السكن ديزيزز. فالدنيا سهله، الدنيا سهله، بس لو انت خدت وقت في مذاكرتك. يعني ايه؟ يعني صبرت كده وما تزعلش ان الموضوع بياخد وقت طويل في المذاكره، تصبر كده عشان ترتاح في الاخر. لان احنا مش هنجيب لك فوازير ولا هنجيب حاجه صعبه. مش معنى ان نظام الامتحان اتغير يبقى الامتحان هيجي صعب، بالعكس، ده ممكن التغيير ده يبقى في مصلحتك انت، ان الاسئله تبقى مور ايزير يعني، خلاص، او ستريت فورورد. التقسيمه الرابعه اللي هي تقسيمه على حسب، يعني انت يا دكتور قلت كلمه غريبه، انتوا محتاجين ان الكلام ده المفروض نعطل فيه نفسنا؟ مش محتاجين نعطل نفسنا في الورق ده. فالتقسيمه اللي بعد كده على حسب الفلو في الاورجانيزم. يعني ايه فلو في الاورجانيزم؟ يعني مثلا حضرتك بتقول دلوقتي ممكن واحد يفضل كارير فور لايف. هل يعني لو هو كارير فور لايف كل ما يجي يعمل ديفيكيشن او يورينيشن هلاقي يا دكاتره يا اساتذه كل ما يجي يعمل ديفيكيشن او يورينيشن هلاقي الاورجانيزم لحد ما يموت؟ لا طبعا. في بقى حاجه اسمها انترميتنت، يعني ايه؟ يعني شويه موجود وشويه مش موجود، على حسب بقى الفلكتويتنج اميونيتي واكسنج وانينج ما اعرفش بقى. يبقى في اربع تقسيمات للكارير. ندخل على الزيروتيك ديسيز، دي رقم 2 في ايه؟ عشان اللي تاه معايا او سرح في الريزرفوار انا بتكلم بدردش. فانا بقول الزيروتيك، يعني ايه زيروتيك ديسيزز؟ يعني ديسيزز ترانسميتد بتوين الحيوانات الفقاريه اللي لها جهاز عضلي هيكلي، اللي هي الفيرتبريت انيمالز والماء. بيقول لك ان الانيمال بيلعب دور في الزينوتس. يعني ايه؟ يعني ايه الانيمال بيلعب دور في الزينوتس؟ قال لك في امراض الانيمال بيكون بس هو الريزرفوار. عرفتوا دي بتتاخد ليه في اخر الترم او في الاخر خالص؟ نكون خلصنا في الكلام ده كله تاخد في محاضرتين في اول السنه، أو اللي هو محاضرتين التعريفيتين في اول السنه اللي كان لسه فيكم بيحضر. الانيمال ممكن يبقى ريزرفوار بس، يبقى المرض ده ملوش غير انيمال بس. خدنا امثله الريبس، صح، والبروسيلوزيس، اي حاجه مش فارقه بقى، مش هقعد افتكر. تاني حاجه قال لك في امراض يا دكتور، في امراض يا دكتور عمر، في امراض الانيمال والهيومن الاثنين بينفعوا الريزرفوار. خدنا حاجه اللي له فيفر، مش هقعد بقى اشرح، انا ممكن اضيع وقت. في جانجل وفي اربن، والجانجل بيبقى ريزرفوار المونكي، انت ساكت مع نفسك بقى. في امراض الانيمال بيبقى ديفينيتيف هوست، حتى كانت غلطه في كتاب سبت وصلحت السنه دي، زي الهايديتد ديسيز اللي كاين كوكس كرينوسس ايج بتاعه التوب. اهي الهايديتد اهو، الانيمال هو مين؟ الديفينيتيف هوست اللي بيحصل فيه السيكشوال سايكل. في امراض، والانسان هو الانترميديت. في امراض تانية العكس، عارفين التينيا ساجيناتا اللي هي بتعمل سيس سيركس بوفس؟ فهنا الانسان هو اللي عنده التينيا ساجيناتا، يعني بيحصل فيه سيكشوال لايف سايكل. وكنت انا كاتب حاجات وحاجات كده بس مش مهمه بالنسبه لنا. يعني طالما السيكشوال سايكل بتحصل هنا يبقى الانسان هو التيفرد بوست. وصلت؟ طب اديني امثله للزينوتيك ديسيز في المنهج السنه دي بقى. النظام الجديد هيحدد، يقول لك رول اوف انيمال ان زينوتس 1 2 3 4، او يقول لك ايه؟ جيب ان اكزامبل، قول لي مثلا الكاتل بتنقل ايه؟ كاتل يعني البقر. الاول يا دكتوره ولاء، الدكاتره اللي قاعدين انا مش عارف اسمائهم، في بيقول لي كده كلمتين كده نظريتين كده عبط، بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله ان لو الانيمال ده هو الريزرفوار فالاورجانيزم ممكن ينزل لقيمة في الاكسكريتا بتاعت الانيمال. لو فاكرين البروسيلا، ان شاء الله لما تيجوا تراجعوا تفتكروا الكلام ده بالتفصيل. محدش بيشتكي خالص عندنا الحمد لله من الكوميونتي، ولا حد بيأجل في الكوميونتي على مدار السنوات السابقه. في 50 واحد بيخش الدور الثاني اللي هم مأجلين من زمان، مش الدفعات الجديده. واسالوا عندكم الكليه، ممكن تروح للاستاذ محمد بتولي واسالوا، ما عندناش ولا طالب بيأجل الكوميونتي الحمد لله. ليه؟ في وقت كافي قبل الامتحان بتراجع. الحاجه تبقى صعبه في الاول، لما بتتراجع بتقول ايه الكلام السهل ده؟ واللي قدامكم او زمايلكم اسالوه، ده اللي انا اعرفه. فكده ولا كده داخلين الامتحان بامر الله سبحانه وتعالى، خلاص. ده بنقول
في حبة كلام فاضي كده عشان بس نخلص يا دكتور عبد العزيز. اول معلومة من الهادي معلومة جديدة ان الاورجانيزم بينزل اللي هما في الاكسكريتا بتاعت الانيمال او في الابورتد انيمال الفيتس او البلاسينتا او الميلك بتاع الانيمال. قال يعني دي معلومة جديدة. المعلومة الثانية لما كنت بقول كل الطرق تؤدي الى البروسيلوزيس يعني ممكن الانفكشن يتنقل يا دكتورة ممكن يتنقل ازاي؟ باي كونتاكت انهاليشن انجيشن ارثروبوت. فاهمين الكلام ولا لا؟ حد كده يديني مثال لارثروبوت بتنقل انفكشن من انيمال لهيومن. هو في ارثروبوت ممكن تنقل انفكشن من انيمال لهيومن؟ البريك فاكرين البرغوت زي مثلا كيوبس لما كان بيرس فيروس بني ادم خلاص او بتاع الايدز لما كان تورس المونكي تورس الهانتر الصياد ضيع الوقت. انا مش همشي لما اخلص الحصه. طب مين الناس بقى اللي بيجيلهم زونوتيك ديزيزز؟ الناس اللي بيتعاملوا مع الانيمالز اللي هم مين؟ فارمر فيترينيريان. يعني ده حبه كلام انا ممكن ما اقولهمش مش هتفرق والله بس انتوا تاخدوا بالكم من الجدول ده ممكن يجيب لك منه بنظام الامتحان الجديد. الكاتل بتنقل ايه مثلا؟ البقره الريزرفوار بتاع ايه؟ الانثراكس بروسيلوزيس ماشي تينيا ساجيناتا حاجه اسمها فوت اند ماوس ديزيز اللي هي الحمى القلاعيه كنا بنشرحها من زمان واتشالت من عليكم مش القلاعيه القلاعيه عشان لو سالت الجدول ده كله خلاص. اه ده مش حاجه يا راجل مش حاجه يا راجل. الجدول ده انثراكس بروسيلوزيس سالمونيلوزيس التينيا ساجيناتا الكيو فيفر فوت اند ماوس ديزيز في ايه يا جماعه؟ بولتري على فكره الجدول ده نص الجدول اللي كان في كتاب السنه اللي فات اللي عنده الكتاب القديم. الجدول ده اهو نص المنهج كان حدوته. البولتر بولتر يعني الدواجن. الدواجن بتنقل ليه يا دكتور ايه؟ بولتر يعني بطه وزه وفرخه. بتنقل ليه الدواجن؟ خدنا ايه بتنقل ليه؟ سالمونيلوزيس الافيان تي في الفار بينقل ايه؟ انا مش بقول لك احفظهم يعني افرض انت نسيت واحده او اثنين ما هو احنا الامتحان السنه دي جاي هقول لك انيوميريت اكتب اربعه اكتب ثلاثه اكتب خمسه. لا مفيش حاجه واحده انا مش عايز حد احنا مش بتوع الكلام كله يتذاكر. الفار بينقل ايه الفار؟ اي حاجه بقى بريك ريبس ويلز ديسيز اي حاجه او بيسموه فيلز ديسيز اي حاجه مش تفرق. السمك بين الدايفينو بوسريا فاكرين الكلمه الطويله اللي بيعمل فيتامين بي 2 ديفيشنسي بي 12 دايفينو بوسريا ليتو او الهيتروفس تروفس. معلش الجدول ده انا بقوله عشان حضرتك تتشجع ان انت هتذاكر الكلام ده ما تسيبش حاجه للظروف. ممكن الانفايرمنت تكون ريزرفوار. لحظه يا جماعه قلت لكم ازاي الانفايرمنت تكون ريزرفوار؟ لا اما عن طريق السويل لا اما حمام السباحه. وفي موضوع كنا بنشرحه بالتفصيل اللي هو الووتر بولز والمخاطر بتاعه الووتر بولز. بتنقل المرض اسمه طبعا غير الامراض الجلديه والحاجات دي كلها. لحظه مش عايز كلام. بتنقل ليجونيرز ديسيز لان انتوا هتتحاسبوا على اللي مكتوب في الكتاب بتاعكم بس. ليجونيرز ديسيز ده بيجي نتيجه التكييف اللي هي لو ما بيغيرش الميه بتاعه استجنت ووتر في البايبس وفي الحاجات دي وحمامات السباحه لو ما اتغيرتش اول باول. والسويل كانت بتنقل ليه السويل؟ فاكرين؟ قلتها لكم والله الحصه اللي فاتت. كوتيوليزم وكوتيوليزم مش كده؟ في حته حلوه قايلها في الكتاب مش بالضروره يكون الريزرفوار سورس. مش بالضروره يكون الريزرفوار سورس اوف انفكشن. يعني في الكوتيوليزم السبورز موجوده فين؟ في السويل. بتكون تمنيت الخص والفجل والجرجير صح؟ لو احنا كان الخص والفجل والجرجير من غير ما نغسله هيجي لنا بوتيوليزم. فاذا هنا السورس اوف انفكشن هو الايه؟ الفيجيتابلز مش الايه؟ مش المط بتاع الصويل مش الطين بتاع الصويل. فبيقول لك معلومه كده حلوه عشان تبقى قاري كل حاجه في الكتاب ان مش بالضروره الريزرفوار يبقى ايه؟ اللي بعده. البورتر اوف اكس فاكرين طول السنه كل موضوع بشرحه بتلاقي كده على الباوربوينت اكزيت صح؟ مجمع لك الاكزيت اهو. ايه هم الاكزيت اللي تعتقدهم بتاعت اي اورجانيزم في الدنيا؟ ممكن تبقى ايه؟ ايه؟ يعني ريسبيراتوري ديسشارج بيخرج عن طريق الكافينج والسنيز مش هتكلم الا لما تسكت. تاني حاجه ايه؟ الجاسترو انتستاينال اللي هو الفوميتس حتى بالامراض المشرح الكوليرا قلت ده المرض الوحيد اللي الاكزيت بيكون فوميتس. طب ممكن يبقى ايه تاني؟ او الاستول او ايه كمان؟ جينيتال يورينري يورين او جينيتال ديسشارج. ايه كمان؟ السكين والميكس من برين. ازاي يعني؟ زي ما قلت الايربشن بتاع التشيكن بوكس او واحد وومدت والوومد ايه انفكتد مش كده ولا ايه؟ طب ايه كمان؟ او كونجكتيفايتس او ايه كمان؟ الاكزيت ممكن يكون ايه كمان؟ الاورجانيزم يخرج ازاي كمان؟ البلاد كل البلاد بورن ديزيزز. ايه كمان؟ من ام للطفل عن طريق البلاسينتا. فين لما كنا بنشرح الروبيلا والتوكسوبلازما والتيف واحده منهم جايه اكيد في الروبيلا ان شاء الله. وايه كمان؟ ممكن عن طريق الميلك او التيرز
ومش معنى ان الاورجانيزم موجود في الميلك لما انا جيت شرحت اتش اي في والسيتوميجالوفيروس والهيباتايتس ان هو بيتنقل لازم محتاج كميه كبيره. فالكلام حلو. البيريد اوف انفكتيفيتي طبعا دي خدناها قبل كده. يعني ايه كلمه بيريد اوف انفكتيفيتي؟ يعني بيريد اوف كوميونيكابيليتي هي نفس المعنى اللي هي الفتره اللي الانسان بقى معدي فيها. عايز اقول كلمه صغيره في الامراض اللي مفيش فيها كاريوس الانسان بقى معدي امتى؟ في الامراض اللي مفيش فيها بصوا انا هنا الامراض اللي مفيش فيها كاريوس الانسان معدي امتى؟ في فتره الكلينيكال فيتشر. بس فاكرين في الميسيس لما انا قلت لكم في انكبيشن بيريد من اسبوع لاسبوعين بس مفيش كارير في الميسيس فهو مش معدي في انكبيشن بيريد هو معدي من اول ما الاعراض بتظهر عليه اللي هي البرودرومال ستيج اللي هي اربع ايام اللي هي الفتره بتاعت الكوبلكس سبوتس او البرودرومال بيريد والخمس ايام الفتره بتوع الراش. فقلت لكم هو معدي لمده 9 ايام اللي هم اربع ايام قبل ظهور وخمس ايام من بعد ظهور الراش. انت مش فاكر انا مش فاكر اكلت ايه امبارح واخد بالك يعني كلنا بننسى ده شيء طبيعي بس انت مذاكر والمعلومات ميموري تريسس موجوده وزي الفل واخد بالك. فالمشكله ان انا عايز اكتبها لو ديزيز ما فيش فيه كارير يبقى الشخص معدي في الكلينيكال فيكشر بس لكن لو مرض فيه كارير براحتك بقى ممكن يبقى معدي بقى من قبل الكلينيكال فيكشر بشويه لو هو انكوباتوري كارير حد فاهم او معدي من بعد الريكفري. هو في امراض يا دكتور شوف انا اصلا ممكن اقعد اتكلم كتير. هو في امراض الشخص ممكن يبقى فيها انكوباتوري كارير بس خدنا حاجات الريزرفوار كيس وانكوباتوري كارير بس اشهرها ايه؟ الروبيلا وايه كمان والمامس وايه كمان برافو عليك الاتش اي في الاتش اي في والاتش اي في. طيب مذاكرتك معدي مش هتذاكر حلو ولا مش هتاخد لو ذاكرته الاربع شباب الكبار مش هتاخد منكم وقت خالص مش هتاخد منكم وقت خالص. بس بشرط تكون مذاكر كويس قوي الاربع شباب الكبار مود ترانسفورميشن عناوين المنهج اهو الشباب اللي اتشرح لها طول السنه دروبلت فود كونتاكت انسروبوف مش دي عناوين المنهج. نيجي نتكلم على الدروبلت. حاسس فاكر انا كنت بشرح الدروبلت ازاي؟ الدروبلت ايه كان الدروبلت؟ مش في دايركت دروبلت واندايركت؟ يعني ايه كلمه دايركت دروبلت يا دكتور عادل؟ يعني ايه دايركت دروبلت؟ لو ركزتوا معايا خمس دقايق واخلص بس اسمعوني عشان ايه افهمكم حاجه. انا عندي انفلونزا او كومون كول عايز اعدي حد لا اما هعديه باي دايركت دروبلت لا اما اندايركت دروبلت. يعني ايه دايركت دروبلت؟ لكن لما كنت بقول فيس تو فيس كونتاكت عن طريق الكافينج سنيزنج سبيكينج بتفسد في الكلام او النفس ايفن عن طريق البريسنج لو قريب منه مثلا متر او اقل من متر ده الدايركت دروبلت. ده التعريف اصلا اهو ده الدايركت دروبلت. انواع الدايركت دروبلت ايه؟ يعني امتى يحصل دايركت دروبلت؟ في نوعين للدايركت دروبلت يا اما دايركت كونتاكت يا اما دايركت دروبلت. دايركت كونتاكت هو الكسر لكن دايركت دروبلت اللي احنا قلناه المسافه متر وصلت. فاكرين الاندايركت دروبلت كانوا ثلاثه انا متاكد ان انتوا فاكرينهم ده دي عناوين كبيره اللي هم ايه الاندايركت اير بور كونتامينيتد اوبجكتس او ارتكلز والميلك. والله حصل وقلت الكلام والاير بورن كنت بقسمه حاجتين الاير بورن كنت بقسمه حاجتين حاجه اسمها دروبلت نيوكلياي وانفكتد تاست. انت عارف يعني ايه كلمه اير بورن؟ يعني الهواء هو اللي شايل الاورجانيزم. يعني انا مشيت والهواء فضل شايل الاورجانيزم. فقال لك الاير بورن ده ممكن حاجتين انت كحيت او عطست في الهواء فالرذاذ ده خفيف اقل من 5 مايكرون فبيبقى سسبندد في الجو ويتنقل من شخص لشخص ده اسمه دروبلت نيوكليار. او في حاجه ثانيه اسمها انفكتد داست حضرتك بتطف على الارض وانت عيان فنشف الداست ده نشف بقى انفكتد دراي داست. نيجي احنا بقى بنمسح بنكنس المستشفى ولا المكان سويبنج هيبقى الداست ده ريسسبند الثاني في الجو او الواينز الرياح ريسسبند الثاني في الجو. قلنا الكلام ده والله قبل كده. يبقى تاني يبقى في دايركت دروب ودايركت واندايركت دروب الكونتامينيتد اوبجكتس والميلك. فاكرين لما قلت الميلك بين الاثنين دروبلت في المنهج لما انت قلت لي الدي بي قلت لك لا مع ان لما جيت شرحت الدي بي قلت 2% من ايه من الميلك مسؤول او بين ال 2% من حالات البلمونري من 2-4% حالات البلمونري تيبركلوزس. عارفين ازاي؟ لو اللبن وقع على الارض اثناء الميلكينج اوف سكاتل بقى داستو انهيلد. او لو مش قلنا الكلام ده الميلك بين الاثنين دروبلت في المنهج حتى بالامارات ما جيتش شرحت الجنرال بريفنشن بتاعهم كنت بقول في ميجرز المين للفود هاندرز اللي هم كانوا الاثنين دروبلت الدفتريا والستريب. وثاني عملنا جدول مقارنه اهوت
دروبلت اللي هو المقارنه بين الدايركت دروبلت والاندايركت دروبلت. خدنا الكلام ده في موضوع الانفكشن كنترول الناس اللي خدت راوند. ايه الفرق؟ هخلص المود الترانسميشن حاضر من عينيا حاضر. ايه الفرق بين الدايركت دروبلت والاندايركت يا دكتور عادل؟ حد يقول؟ حد يقول؟ مش انا اللي هقول. ايه الفرق بين الدايركت والاندايركت؟ مش انا اللي هقول. الدايركت ايه؟ ده السورس اوف انفكشن موجود، انا موجود اهو بعديك اهو، انا موجود والمسافه اقل من متر. لكن الاندايركت يا سيدي تفيت على الارض او كحت ومشيت، مش حصل الكلام ده. يعني في الدايركت حصل دايركت انوكيوليشن، دايركت ديبوزيشن للاورجانيزم، معلومات جديده معلومات صعبه. لكن هنا في الاندايركت حصل ان الاورجانيزم في الجو، فحصل اندايركت ديبوزيشن اوف الاورجانيزم من السورس اللي هو مشي. حصل الكلام ده ولا لا؟ والجدول اللي جاي ده صعب جدا. دي امثله الدروبلت ديزيزز اللي خدناها في المنهج. حد فاهم؟ دي عناوين مش خدنا شابتر اسمه دروبلت فايرال وبكتيريا. طب الفود بورن، يعني ايه كلمه فود بورن؟ يعني الاورجانيزم موجود يا دكتوره ندى في الهيومن اكسكريت، وبالتالي ممكن الشخص يقعد يعدي نفسه اوتو انفكشن او يعدي الاخرين. حد فاكر السكيما؟ ما انا بقول سكيمات دلوقتي بتاعت الفود بورن كان ايه لما كنت بقول هاند تو ماوس؟ حتى بالاوراق قلت لكم ده اندايركت، مكتوب كده في الكتاب اندايركت بين قوسين دايركت هاند تو ماوس. يقصد بدايركت هاند تو ماوس يعني ايدك لبقك على طول، بس ده يعتبر برضو اندايركت لان الاورجانيزم ركب على حاجه على ايدك اهو. لو انت ما غسلتش ايديك وكلت صح ولا لا؟ يبقى ده اسمه هاند تو ماوس. او ان انا اكلت اكل كونتامينيتد باربع طرق. باربع طرق اللي هم ايه؟ اللي بيعمل لك الاكل دي مش نظيفه فاكرين، او جسر صار ودبانه وقفت على ستول وبعد كده وقفت على الاكل، او في حته ستول نشفت بقى اضطراب وجت حطت على الاكل، او ان احنا نفسنا الخضروات اللي احنا بناكلها ده اهي استخدمنا فيها. في ناس كتيره جدا عامله الصرف بتاعها في الارياف على الارض الزراعيه، بحيث ان ايه مش عاملين صرف صح، بحيث ان يبقى ده فيرتلايزيشن لمين؟ للايدبل كروبس. مع ان ده غلط، احنا عايزين نعمل ممكن نستخدم السماد العضوي بس يبقى للان ايدبل كروبس، للايه؟ للمحاصيل التي لا كروبس محاصيل سي ار او بي اي لا اس. يبقى احنا بنقول الكلام صعب. بعد كده بقى عامل جدول تجميع الووتر بورن ديزيزز. على فكره بالمناسبه التجميعه ديت على سبيل المثال وليس الحصر. يعني هو مقسم الووتر بورن الى ايه؟ معلش يعني الى انفكشوس وبرازيت. والانفكشوس مقسمها فايرال وبكتيريا. على فكره يا جماعه كل الووتر بورن هي الفود بورن، هي فرق في ايه؟ بس بقول لك ده على سبيل المثال. يعني مثلا يعني في البكتيريال نسي اكتب الكولر اللي هي اهم حاجه ووتر بورن، زود الكولر. وبعد كده البارازيتك كاتب ممكن عن طريق الهيومن اكسكريتا او الانيمال اكسكريتا، زود الكولر يا دكتور محمد. في البكتيريا مكتوب في الكتاب. طيب يبقى انا قول لي كده الامثله ايه اللي عندك في الكتاب في البكتيريا؟ هو الثلاثة دول وزياده الكولر. برافو عليك، يبقى زود الكولر. انا كده شاطر، يبقى هزود ايه؟ الكولر. انا ماشي صح، انا قعدت بنسى. بعد كده قسمنا بقى برازيتك اللي هم ايه؟ ممكن عن طريق الهيومن اكسكريتا او الانيمال. لسه مش واقع لكم الايه؟ الانيمال ديت متفوسط في مين؟ في الهايدريتد ديسيز. ده كان الكوكاس كيرينوسس اك تروح على الجروس والحاجات اللي ياكلها البتاع ده الشيب والكتل، وبعد كده احنا نيجي ناكل الشيب والكتل. وصلت الفكره؟ مش دي اللايف سايكل بتاعت الهايدريتد اللي خدتوه السنه اللي فاتت؟ في تجميعه ثانيه الميت بورن ديسيزز، تجميعه ثالثه الميلك بورن ديسيزز يا دكتور عمرو بيه. طيب الكونتاكت بقى مش ده الشابتر الثالث اللي خدناه؟ قال لي استنى استنى، ده الكونتاكت ديت لها ضربتين عشان تحصل. انا هشرح الجنرال السنه دي في اربع حصص. اسالوا الدفعه اللي فاتت وانا بشوفكم على الفيسبوك مع الدفعه اللي فاتت. انا شرحت الجنرال فات ايه؟ حصتين اثنين. السنه اللي قبلها ما كنتش بشرح جنرال ابيديميولوجي. معلش انا عارف ان الكلام سهل، هو الكلام كل ما كان سهل بيبقى يعني ايه، بس انا عايز اقول ما جاتش على دول فاستحملوني. الكونتاكت بقى، الكونتاكت يا دكتوره منى، قال لي في امراض عشان تحصل مش بالضروره يكون في دامج سكين وميوكس من بريك، يعني ممكن يبقى سكين انت. فنقسم الكونتاكت ديزيزز الى حاجتين، في كونتاكت ديزيزز ويز انتكت سكين
زي ايه يا جماعه؟ كلها حاجات بتبدا بحرف الاس. البلهارسيا تبقى متعور ولا انت تسكن؟ السيكشوال ترانسميتد ديزيزز انت تسكن، مع ان هو على فكره عشان تحصل ما اقصدش هنا اتش اي في، اقصد السيفرس والجونوريا، لكن الاتش اي في عشان يحصل محتاج ابريجنز في السكن. الاستافيلوكوكس الاستاف اوريوس محتاج مش محتاج دامج سكن. الاستريبت مش محتاج دامج سكن. الاسكيبس مش محتاج دامج سكن. يعني هو عايز يوصل لك معلومه يا دكتور امام ان ممكن الكونتاكت ديزيز تحصل والسكن انتكت، او في كونتاكت ديزيز عشان تحصل لازم يكون في دامج في السكن، زي الريبز لازم عض الكلب الاول عشان الفيروس يدخل، زي البلاد بورن باثوجنز هيباتايتس واتش اي في وغيره لازم في انجكشن الاول، لازم في تعمل ايه، ما بيعتبر ان الانجكشن ده بيعتبره ايه، بيعمل دامج للسكن. التيتانوس لازم تتعور الاول يبقى في ووند عشان يحصل كونتامينيشن بالتيتانوس سبورس. فهو بدل ما يقول لك عناوين الكونتاكت ديزيزز في المنهج مقسم تقسيمه حلوه، ان في كونتاكت ديزيزز السكن بيبقى ان دامج، وفي كونتاكت ديزيز لازم عشان تحصل لازم يكون في دامج لمين، للسكن. هو الثانيه مش دايركت ولا ايه؟ ليه اللي تحت دي مش دايركت؟ لا ما هو بس سؤال حضرتك كاتب فين؟ سؤال محتاج هنا تعمل دامج ولا مش دامج؟ بيعتبر الانجكشن نفسه لو جبت الفيروس بتاع الاتش اي في وحطيته كده يحصل حاجه؟ الفيروس ده دايركت ولا اندايركت؟ اللي هو ايه اللي دايركت ولا اندايركت؟ الانجكشن ده لا ده يعتبر دايركت، يعتبر دايركت الانجكشن ده دايركت، لانك بتعمل دايركت انكريشن لمين؟ للاورجانيزم. يلا اخر حاجه عشان تمشوا بقى الحصه النهارده صغيره، الارثروبود بورن ديزيز. في تقسيمتين للارثروبود بورن ديزيز. اول تقسيمه على حسب الرول اوف الارثروبود في الترانسميشن بتاع الديزيز، مش هتكلم الا لما تسكت. اول فاكرين لما خدنا الزونوتيك وقلنا رول اوف انيمال في الزونوزيس، برضو في هنا حاجه اسمها رول اوف ارثروبود. الكلام ده مختصر جدا السنه دي، قال لك في ارثروبود حطوها في البقره يا دوبك جاست بتشيل بس، زي ما قلت لكم دبانة وصرصار، ده اسمه ميكانيكال ترانسميشن. لكن طبعا في حاجه ثانيه في الملاريا والكلام ده، في حاجه اسمها بيولوجيكال بيحصل لايف سايكل جوه الموسكيتو ولا ايه. يبقى ده اول تقسيمه. ثاني تقسيمه على حسب نوع الموسكيتو، وتحفظ بقى الملاريا بتنقل ايه، الانوفلس بتنقل ملاريا، الايدس موسكيتو بتنقل يلو ودينجو فيب، الكيوركس بتنقل فيلاريا، فاكرين الفيلاريا حطها في البقرة، وبتنقل انكفلايتس وريفت فالي. الدبانة العادية كاتب لك بين قوسين كده لا لا ده الدبانة العادية ده ميكانيكال، وبعد كده الأملة والبربوت ولا كاتب ايه؟ البربوت والبربوت. كان يختصر تاني الكلام الحلو بتاع دكتور ايدان دكتور فتحي العظيم. دكتور فتحي بيقول لي طب بص بقى دكتور بقى في تقسيمه تانية، قول لي من الاخر ودي اخر كلمه في الحصه، ايه الحاجات الدايركت والحاجات الاندايركت؟ يعني دايركت دروب او الكونتاكت مع السكين والميكوس ميمبرين ده لو السكين انت، او واحد ماشي خدته بين الهوك هورنز اللي هي الترايكيورز وال كانوا اثنين تراكيوز والايكا واحده هما اثنين، مش عايزين تقولوا خلاص انا ببص عليك. ممكن يحصل الريبس اللي هي عضه الكلب، كل ده اسمه دايركت، كل ده اسمه ايه دايركت. او الحته اللي بتيجي في الام سي كيو بتغلطوا فيها قبل ما امشي، الفيرتيكال ترانسميشن دايركت ولا اندايركت؟ دايركت والله العظيم كنا بنسال فيها، يقول لك فيرتيكال يعني ايه يا دكتور؟ يقول لك سيكشوال. فيرتيكال معناها ترانسميشن اوف انفكشن من الام للطفل. الباقي طبعا اللي هو الاندايركت اير بورن والكلام الفاضي ده كله. بكره ان شاء الله في حصه راوند الساعه 2:30، الناس اللي عندها راوند في حصه راوند 2:30.